سامي الليلة في عندي من قول لك جاي يحب يرجع مرته اللي اكتشف خيانتها مرة ومرات عديدة، وبرغم ذلك يقول لك أنا عندي 3 صغار يحب يرجعها، وقبل ما يرجعها يحب يفهم هالاضطراب اللي عنده هذا شنو أسبابه وشنو دوافعه. اليوم باش نحاولوا كيفاش يلتقي مع خلود زوجته، ونحاولوا نفهموا القضية اللي بين سامي وخلود. إذا نمشي إلى ريهام ونشوف هل خلود موجودة إلى جانب ريهام أم لا. أيه. خلود مرحبا بك عبد الرزاق، أهلا وسهلا بك. مانيش وحدي، ضيفتي قاعدة بجنبي خلود، مرحبا بك، ربي يسعدك. الحمد لله. باهي، قداش عمرك؟ أول سؤال جاء في مخي هذا. 22 سنة. معرسة، عندك صغار، شفنا معك بيبي. عندي 3 صغار. 3 صغار، عرست صغيرة مالك؟ قداش عرست عمرك؟ 17 سنة. باهي، أنت عايشة مع راجلك و... لا منفصلين؟ مطلقة معناها؟ لا، مازلت مانيش مطلقة. مازلت ماكش مطلقة، تخدم شو تعمل في حياتك؟ قريت؟ مرة نخدم مرة لا. فهمت، شنو تخدم؟ والله ما نكذبش عليك، في الديار. في الديار معينة منزلية معناها. باهي، عندكش فكرة اليوم شكون جابك وحدين؟ لا. ما عندك شك في حد؟ شوية شكوك هكا. شكون قل لي ترى؟ شك أمي ولا راجلي؟ أمك ولا راجلك؟ باهي، أنا خليك تهبط لعبد الرزاق غادي تشوف أمك ولا راجلك، ولا نجم يكون أي حد آخر. باهي خلود. ما عند الله. إن شاء الله، هاي اللي تفضل. هاي. خلود، يلا خلود تفضل. هاي خلود. نعم. اقرب هاك شويه. سافا سافا، مرحبا بك. عايشك. خلود، اهلا وسهلا بك. عايشك. يلا خلود. نعم. باش نقول لك شكون استدعاك في تقديرك؟ انا عندي زوز احتمالات. زوز احتمالات، شكون الاحتمالات؟ احتمال امي واحتمال احتمال امك واحتمال ثاني، واحتمال الثاني راجل. يلا باش نشوفوا المؤشرات وتبع معايا وهنا يقربوك شويه باش تعرف الشخصيه اللي حبت تشوفك واستدعتك. يلا هات المؤشر له. ناس بكري يقولوا عاشرني مليح وبعد تشوف كلام الناس غلط ولا صحيح. شنو رايك خلود؟ ما فهمت شيء؟ ما فهمتش من خلالها شنو؟ ما عرفتش؟ ها؟ ما عرفتش. نمشيو المؤشر الثاني. يا مدام خلود، ناس بكري يقولوا صبري على روحي ولا صبر الناس عليا؟ صبري على روحي ولا صبر الناس عليا؟ بذي راجلي. ها؟ بالاحتمال هذا عرفته راجلي. راجلك؟ قداش عندك مريتو؟ عندي تو 3 شهور. 3 شهور، وعليه قطعت؟ عليها ربك. الله غالب نعرف شو واش احكي لكم. و شكو قالك ساعة هو؟ شكو قال؟ معناها من المؤشر انا عرفته. من المثال هذاك المثل الشعبي عرفت اللي هو راجل. وش عندك معاه انت يا راجل؟ عندي تو 6 سنين. 6 سنين. وعندك وليدات منه؟ عندي 3. عندك 3. قد ايه بعيد عليه انت؟ 3 شهور. 3، علاش؟ مشاكل انا وياه، هو بطال ما يخدمش. أي؟ وما عندوش وين يسكن، وامه مهجدته. انا 3 صغار شكون بيهم ومش نخليهم. ايوه، يعني المشكله نتاعك سكن. شيء. هي هك خليت انت صغارك؟ ما خليتهمش ولا معاك هما الصغار؟ مره الاولى خليتهم له، ما حبش يعطيهم لي، ومن بعدك جيبهم. اي جيبهم لي كل شيء. تو صغاري عندي يعني. صغارك وما يسالش على اولاده هو؟ ما يسالش على اولاده، تليفونه مسكر. انت تطلب فيه وتليفونه مسكر.
نطلب فيه تليفونه مسكر. وهو كي يطلب يطلب فيك ولا ولا مره طلبك ولا ساعات لا يطلب فيا لا يطلب فيا. ايه وعليه ما اجتمعتوش وما تقابلتوش وما حكيتوش مع بعضكم؟ هو صعيب شويه. من ناحيه صعيب شويه؟ من ناحيه ساعات يضرب فهمتش. يضرب يضربك؟ خذيته عن حب انت؟ لا لا. ها؟ لا لا. مش عن حب؟ مالك كيفاش خذيته يا طفل؟ تعرفنا على بعض ما خذيته. وهكا قرار متسرع هكاك واحد ياخذ عبد تقول خذاه تقول خذاه دجاجه وروح بها؟ معناتها ما نعرفش انا زواج معناتها مسؤوليه استراتيجية واحد بعد تفكير. انا صغيرة وقتها. وقتها صغيرة؟ فماش هكا الأم مش تنصح والبو مش ينصح. هو أكبر منك برشا؟ لا لا عمره 27. صغير زاد هو؟ صغيرة. آه يلا خليك تثبت شكون استدعاك. آه ثبت يلا ثبت معي. آه راجل توحشته؟ توحشته؟ ما أبو صغاري بالطبيعة. هي قول توحشته ترى. توحشته أبو صغاري. هي كلب كلب. هذا راجلك؟ هذا كراجلي. هي كلب. سلام. سلام. وينك؟ هاني. بس. الحمد لله. الحمد لله عليك. هاي أبي. وينك تتكلم تسأل نطلب فيك تليفونك مسكر. تليفوني مسكر؟ هاي. وقتها تليفوني مسكر؟ تليفونك 22 مسكر. شنيرة؟ صغار وين؟ نعم؟ صغار وين؟ في الدار. لاباس عليها؟ خويا تسأل على الصغار بس خايبك فريد شوكة باش يقتلنا. عرفت؟ لا توفيق الذقن توفيق الذقن معناتها. أضحك شوية وسألها وعلي لنا صوتك شوية باش نسمعك. مش الصغار وين؟ الصغار ها؟ هي تقول حسن أبو خلافة أمي. يضرني يضرب بالرسم. يا سامي. يا نعم. اتكلم فلفل روحك شوية. نسمع نسمع. قلت لك أنت نطلب فيك تليفونك مسكر، شنو ردك؟ ما عنديش مسكر تليفون. مش مسكر قال لك مش مسكر 22 مسكر 22 مسكر عندك نمر واخر 25 نخدم به مش قصدك اي انا ما نعرفوش 25 عندي كان 22 22 مسكر باش يطلب فيك هو قبل ب 22 تطلب فيها ب 22 طلبتها ب 25 طلبتها مره باش تهز علي طلبتها مره برك ب 25 طلبتها باش تهز علي انا عندي شهر ما عنديش تليفون تليفوني يتسرق في الخدمة شهر ما عنديش تليفون اي به هاي قدامك خويا توا خلود جبناها لك بعد ثلاثة شهور غايبة عليك هانا كركريها خلود وجبناها في عندي ما نقول لك شنو تحب تقولها؟ شبيك تعمل لك يا خلود؟ عندي ما عملت معاك انت عندك وين تسكر امك قبلتك ايش دخلنا في السكنة انا؟ اي ما هشتكش انت والصغار ايش دخلنا في السكنة انت تخليني وتهرب تخلي صغارك تهرب ليش مش؟ ما حبيتش تعطيهم لي اي ايش دخلنا في السكنة انا توا؟ هي ما حبيتش تعطيهم لي شنو ما حبيتش نعطيهم لي ما حبيتش تعطيهم لي الصغار جبتهم لي انت من بعد وحدك وحدك مره الاولى قلت لي ما تهزهمش يا تبي ما عنده نسكن تهز روحك وتمشي ها نقعد انا وياك في الشارع يا تبي وثلاثة صغار لا الشارع. تخدم انت لا نخدم انا هو تو ساكنه به ساكنه بهم في دار عمتي أنا يا عمتي عمتي جميلة عمتك جميلة ما ليش بينك طلبت هاجر ما قالت ليش عم بحذي ما نعرفش على توا ولا رشدي أبا كل قاعدة وكل حتى طريقة الأسئلة رشدي أبا هاي كمل أسئلتك سي سامي شنو حكايتك خويا شنو برنامجك انت؟ انت على جايبني لهنا؟ جايبك شنو عندي موضوع شنو نسالك عليه؟ يس وين مشيت بصغاري وين تسكن بهم وشنو حكايتك بالضبط؟ نسكن بهم في دار عمتي دار عمتك؟ اه وقتها سكنت بهم دار عمتك؟ من بكري سكنت بهم في دار عمتي وهاي جيت سي عبد الرزاق عمتي معايا ونحبها تجي معايا و شكون اجتماك؟ عمتي عمتك جميلة اجتماك؟ اه
شنو هو الحديث اللي سمعته زاد؟ الحديث اللي قالته لي زهور. اسمع الكلام الحديث ياسر وانا من ما نسمعش كان اسمع اسمع الحديث ياسر 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 بالحق ياسر ياسر يقولوا له عملت تقول صحيح عملت هذيك مشكلته زوج صاحبتك تكذب عليك اش دخلني فيها انا تكذب عليك زهور تكذب علي يا زهور شكون زهور هذي بس اللي هي تعرفها سي عبد الرزاق صاحبتك هذي امراه كبيره نعرفها من بكري أي. مرة الأولى ما قلتش ما نمشي أنا وصغار مشيت بحذاها وما مشيت دار عمتي إيش قالت لك زهور هذي؟ نعم إيش قالت لك؟ قالت لي برشا حديث يا عبد الرزاق شنو هو الحديث؟ قالت لي برشا حديث شنو هو قالت لي مرتك مصوحبة وتبات تتكلم بالتليفون للصباح مصوحبة واحد وتتكلم بالتليفون للصباح شنو هي ردك؟ ما عنديش بالحق تكذب علي تكذب علي المرأة تكذب علي تكذب علي أنا كان عندي شكون نجي لهنا ما نجيش أنت علاش عيطت يا سامي أنا عم أنت قلت خانتك واعترفت لك هي أيوة وسامحت صار هذا ولا ما صارش ما صارش موضوع اللي قلناه المرة اللي فاتت ما صارش حكيت لي موضوع المرة اللي فاتت ما حكيت لك حتى موضوع قبل العيد ما حكيت لك حتى موضوع بالله والله استعرف استعرف مش مشكل استعرف ما حكيت لك استعرف. حتى موضوع عليك كان مش نستعرف انا خايفه ولا كان عملت عملت وانت تعرفني موضوع اللي حكيت لي عليه المره اللي فاتت قبل ما نروح القروين ما حكيت لك حتى موضوع قلتك انا سامحتك المره دي ما عادش تعاود صنعتك ما حكيت لك حتى هكا امراه مش جيت تحكي الراجل موضوع هكا انت حد مخك اسمعني اسمعني صار احكي الحق وما قلت لك مرفيت قلت كلام سامح كان ليش تكذب وتدرك في الحكايه حكيت حتى موضوع كان حكيت راني قلت حكيت ما عندي علاش مخبي خلود عندي تسجيل عندك التسجيل عندي تسجيل بكارت موار عندي تسجيل وكل شيء جيب وش بك ما جبتوش معاك وين هو قالك عندي تسجيل وين هو تسجيل بتاع شنو ما نعرفش عليه تسجيل بتاع هي تحكي وياه في التليفون سي عبد الرزاق وهي تعترف لك نعم تحكي هي وشكون تحكي وياه في التليفون وش تحكي معاها اش قالت لي قالت لي يخدم في الحاكم يعاون فيه سي عبد الرزاق زعما عنده هواجس ولا حقائق يا سيف انا انت عندك هواجس ولا حقائق على البنيه هذه سي عبد الرزاق حتى كي نسمع تحكي لي العباد ما صدقتش ما صدقتش ما صدقتش ما دام ريتش بعينك ما تصدقش ما صدقتش وتحكي لي العباد ما صدقتش اما مره فات سمعت بوذني قالت لي حرس يخدم الحاكم ولا شنو صحيح هذا والله لا فما من ورث فما من حد شيء شو معناتها انت ثلاثة شهور قاعده راي هاي عم بعيد على راجلك اي معناتها انت شاده صغيراتك هو يقول برشا مرات انت تغيب على الدار حتى قبل مش في دار عمتك كل مره تهرب كل مره تهرب هو قال كل مره تهرب قالكش وانت تمشي ما قالش ما قال ما نعرفش عليها ما نعرفش مره كلموه مشيت للسوسه نتاعك اللي عندهم الصغار وما عندهمش وين يمشوا هذيك اللي هذيك مشيت قعدت فيها وكلموه جهزني مرغادي صحيح صحيح اي مره مشيت القربة دار مره ربتني وهو في باله كلمته قالت له هاي جاتني صحيح صحيح عبد الرزاق ومن بعد المره هذه هاني في دار عمتي وخلتني في قربة قليبي ومشيت ومشيت هذيك هي مشيتش القربة مرة الأخرانية راه المرة الأخرانية هاي هاني في دار عمتي دقيقة حتى كي غابت مشيت الأماكن معروفة وعلمتك بيهم وهي خرجت لأنك أنت ما عندكش مسكن اللي حكيته أنت قبيلة هو عكس هذا أنك عندك مسكن وهي ديما تخرج وديما تغادر محل الزوجية بدون إذنك وطبعا تمشي الاماكن غير معلومه اليوم تو لقينا حكايه اخرى معاي سي عبد الرزاق عندي ونسكن اه عندي ونسكن عندي دار امي اما متصرفاتها بتاع هي هجتني من الدار شنو تتعارك يا امك في مشاكل يا امك من العالم فضلت تعمل فيهم تورك وفكه وتمشي هجتني امي من الدار امك خرجتك من الدار عليه هلا الحكايه تعمل فيها هي تصرفاتها متاعها شنو التصرفات اللي تخلي الام تهجك انت بالدار انت ومرتك؟ قالت لك معي ساد عليه ما عادش ساد قالت لك معي سادني هي حره في دارها لانكم تتعاركوا ياسر علاش خرجتك امي؟
على خاطر هو يضرب فيا كيما هكا وكل شيء. يضرب فيك ديما؟ يضرب فيك ديما؟ يضرب فيا ديما؟ ديما تضرب فيها سامي؟ والله مش ديما سعد الرزاق، هاي قال ديما. مش ديما. شكون الصحيح؟ قداش من مره عنده كي يشرب ما عادش يعرف حتى شيء؟ اه يتسكر يا كي يشرب يخلبزها يدور لي تخربقها كفريد شوخ تخربقها. لا لا سعد الرزاق ولا لا عليه ما حافظتش عليها، هي صغير بصراحة. حافظت على سي عبد الرزاق وكل شيء ما عملته مع البيه. وهي تسمع أنا نعرف دارنا كروني لخطر سي عبد الرزاق، دارنا كروني لخطر، أنا دارنا كروني لخطر هي ومطيشتيش. أنا دخلت الحبس شهر، كلمتني قالت لي تسمع فيه سي عبد الرزاق. أي دخلت الحبس شهر، عادي شهر حبس، خلتني وجدت النائب اللن معناش كون ماسك شنو ضربه. كي خرج قالوا لي دارنا راهي مشت على صاحبها ولاد. قلت لها ما عم باليش به مشاكل. انا وامي وقت اللي خرجت هو في الحبس والصغار ما قاوا ما ياكل، ومشيت لدار اخته ابني خليه، مشيت لدار اخته باش تعيش معاه. باش نعيش معاه به. شنو هي الوشمه هذيك حبيبي او حبيبتي في امي؟ امي امك تاعي. اي وشمه، وشمه على الامهات. ها ولا على شكون؟ شبيك تحكي؟ والله ما نعرف. مش على أمه ما سألتوه السؤال؟ لا قال أمي ما نعرفش. قال أمي من قبل؟ قال من قبل. يا سامي. أنا أنا متأكد اللي أنت تحب البنية هذه. نحبس يا عبد الرزاق. صحيح ولا؟ نحبس يا عبد الرزاق. أنت سؤال، تحب راجلك ولا ما تحبش راجلك؟ نحبه ما من تصرفاته وما نكذبش عليك، ما عادش نحبه. من تصرفاته ما عادش تحبه؟ سي عبد الرزاق سي عبد الرزاق يعني انت هاي قول لي سيد. قال لك اللي انا رضينا بالهم والهم مرضى بينا. سي عبد الرزاق شنو هي الهم مرضى؟ فسرها انت كلمه مو قالها. هي انا احنا رضينا بالهم والهم مرضى بينا. هي هربت من الضرب. هربت من الضرب. ايش قلت؟ هو يحب يرجع مرته. ما هو هذا سامي ولا هاي قالت لك ماشي نحبه هذا. هو يحب يرجع. علاش رجع فاس يا عبد الرزاق؟ يحب يرجعك. قالت لك ماشي نحبه. انت قلتها من قلبك ولا كلام مبرر؟ من قلبك. اما لكن قلت لك يبقى بو صغاري راه هذاك متفقين فيه بو اولادك. تبقى هو جاي رغم يقول اخطائك انت يحب يلم الشمل. ما عندوش حتى غلط. يلم الشمل. هو يحب يلم شملكم. تفتحوا صفحة جديدة، صفحة جديدة للمستقبل أنت وهو وثلاثة أطفال نتاعك. أنا ما عادش نرجع للإنسان هذا. ثلاثة صغار، ثلاثة. نعرف. قديش جبت صغار؟ ثلاثة. بنات وليد. فما واحد اخر وين؟ اسال الوطا يقول لك فين؟ اعطيته المراس يا عبد الرزاق. شنو هنا يغلط هو اللي اعطاه تحت. هذه معلومه ما في باليش بها. استنى هو يغلط. استنى واسالهم العائله. هذه معلومه ما في باليش بها. ساعة انت ايش عندك اولاد عاود؟ انا عندي اربعه. اربعه منه هو؟ ايه. انا ما نعرفش نقرا. وش فيك تقولي ثلاثه انت؟ انا ما نعرفش نقرا. اي ولدي مريض في حاله مبايص في الرابطه. هنوصل لسبيطار الرابطه. ولدي كيفاش معناتها انتوما توا عنده تشوه في بدنه من داخل سي عبد الرزاق. طالبين عليه مش يخرج لبرا. فهمت؟ اي احنا امكانياتنا ما تسمحش. اي وزعما خرجوه الناس اللي عطيتهم له. قال لي هو مش نعملوا له كفاله متكفلين بيه باش يخرجوه لبرا يداويه. اي طلعت هو متفاهم هو والناس طلعت الكفاله هذيك باش يتكفلوا بيه وياخذوه عنده. يعني باش يعطي ولدي هو ولا انت؟ هو سي عبد الرزاق. كفينا سي عبد الرزاق. سي عبد الرزاق انا اعطيته. انت كيفاش تعطي ولدك انت سي عبد الرزاق؟ انت الاب كيفاش اعطيت ولدك يا سامي؟ كفينا بكاش عدوا عليه وبرا سي عبد الرزاق. اش معناتها كيفاش تعطي ولدك؟ كفينا يخرجوا برا يعدوا عليه سي عبد الرزاق. ها باش يخرجوا برا يعدوا عليه. وعداوا عليه وخرجوا برا. عداوا عليه ولا بس عليه. قلت برا قال لي تحب تجهز ولدك يجهز. غريبة. ما خرجوش البرا. قلوا اعطيني نمرة المرأة. فريمون مفاجأة من العيار الثقيل ما في باليش بها. معناتها انتوما زوج صغار
عرسته بلبزته جبته أربعة أولاد أعطيته لي معناتها عبارة بعتوه باش خذيته فلوس. لا لا سي عبد الرزاق لا حتى كان خذيته باش تقولوا لي خذيت. لا نقسم بالله لا سي عبد الرزاق أنا ما خذيتش بالحق أنا مريت حق بصراحة هو ما نعرفش هو حاسب ما جتني قالوا خذا قالوا خذا وما نعرفش قالوا خذا يعني سي عبد الرزاق نعم تعطي ولدك تبيعه اقسم بالله لا سي عبد الرزاق ولدك بكفاءه لكن رد برك قالت لي تحب تجهز ولدك جهز المراه قابلتها في نيابه قالت لي إيه علاش ما قلت ليش عليه هذاك سي عبد الرزاق منع من الموت سي عبد الرزاق ليه معناتها منع من قول لي أربعة عندي سي عبد الرزاق كان مش منع من الموت عندي بنيه هوني لبرا تو بنت عامين ونص قول ليش ثلاث باي ست تسعة شهور في السبيطار الرابط وخرجت لاباس عليه حتى هو كان قعد راه ولا لاباس راه ولا لاباس هو زرب هو زرب وخرج هو زرب برا مشي اسال سبيطار الرابط انا كيفاش نمشي ما يخلينيش نمشي نهرب عليه ونمشي نمشي لوين زاد اللومه كيفاش توافق على ولدك انت الام كيفاش صححت وافقت ما نعرفش نقرا ما قريت الجمله قريت مشو برش هي ما مشيت انت وصححت في البلديه على اساس كفاله مش يخرجوه لبرا ومن بعد كفاله مالها شنو هي مسالش مش يخرجوه لبرا شويه ما خرجش لبرا اللي قاعدنا في تونس أمان خربتوها الدنيا راه خربتوها الدنيا كيفاش نصلحوا الأمر هذا والله غريبة أخي واحد يسلم في كبدته يسلم في ولده يعطي ولده يهجج مرته يهجج أولاده تهجوا أمه ملا خبالة صحبة سي عبد الرزاق ولدي شفته مرتين هي اللي مش تشوفوش كلمتها مرة اللي فاتت قلت لها ايجي انا شو لقينا تفرجت قد عندك ما شفتش ولدك؟ عندي تو 15 سي عبد الرزاق نمره المرأة عنده ما يحبش يعطيهولي عندي نمره المرأة ما تعرفش مقرها وين؟ ما نعرفش اللي في بالي بقى في دار شعبان ساكنة كاهو انت تمشي لولدك؟ قابلته مرتين سي عبد الرزاق عندوش حتى كي جمعة تو ما نقول لي ما نعرفش اخر مرة وقتاش قبل؟ فما قريب الجامعة تو سي عبد الرزاق خاطر يمشي لهم وياخذ منهم في الفلوس ما يحب يحكي لي انا حتى شيء وين السكنة ما انا ما زلت ما نعرفهاش وين اعطيني نمروهم ضاع لي طفل قداش عمره تو قريب العام تو ملا مأساة قريب العام ملا زمن وملا مأساة وملا حكاية الله اعلم تو قولوا ياخو في الفلوس هو يقول ما ناخذش في الفلوس هي تقول ممكن اما ما راتش بعينة مش هذه الحكاية الحكاية كيفاش واحد يسلم في كبدته ويعطيها لحم معناتها صغير ولد صغير بالكل تعطيوه وتفرتوا عائلة كاملة انت تهج وتهز صغار شو كيفاش باش يطلعوا هو هاو هايم وحده شو هذا في المجتمع هذا ما عندكمش كبار تسيركم ما عندكمش أولياء ما عندكش أم ما عندوش أم سي عبد تمشي وهي مش رجعها للمصلحة فتضيعها طول قلت تمشي بحذاء تضيعها مش ترجعها للمصلحة أنا تربيت يتيمة ما عنديش أمي على روحها بابا على روحه تربيت يتيمة شبوك على روحها وانت على روحها وهو زاد يقول لك أمي على روحها والآخر على روحه وهنا ضعنا العائلة كاملة هو أربعة صغار والله في رقبتكم بصراحة أربعة صغيرات في رقبتكم الاثنين فيقوا يا ناس فيقوا صلحوا أمركم شنو أنت تقول لي هو يقول لك هاي نرجعك أنت تقول لا ما نرجعش ولد في كفالة ثلاثة معك انت تعبين ايش ني كيفاش الحياة هذي هذي دمار مش حياة هذا دمار دمار خموا مليح ضحيوا انتوما باش تمنعوا ابنائكم ضحيوا باش ست سنين نضح ها ست سنين نضح نستحمل على جل صغار نستحمل يعني الديفو نتاعو هو العنف العنف والشراب يوميا يشرب حاجتي وين يدبر يشرب وكي يشرب يعنف ويتحول وتو نشرب يتحول تو ما نعرفش عليك هي قالت يشرب دائما يشرب سامي نعم يلا نختم معاكم الخطر فريمون صدمة يلا اقفنا يلا سامي أنا هاي يقف خويا سيق أنا قف سامي أنا هذه زوجتك موجودة في بلاتو عندي ما نقول لك شنو تحب تقول
شنو طلباتك من زوجتك؟ نطلب انا شيء، نقول ارجع لصغارك ونعاود على حياتنا من جديد. سي عبد الرزاق مستعد للمسؤوليه هذه؟ مستعد بالطبيعه. باهي، مستعد انك ما عادش تعنفها؟ ما استعد معاش تعنفها، يوم استعد معاش تماش تمشي وتخلي صغار. ومستعد ما عادش معناتها تضربها وتهينها؟ تقعد تسد بلاصتها سي عبد الرزاق وتهني روحها، ماش نمسها ماش ندربها. لا، ما عادش تمسها اطلاقا بدون شروط. ما نشرطوش على العبد، يعني انت مستعد ترجع مرتك وماكش باش تضرب؟ عملت حاجه هذاك، فما قانون، فما بلد القانون، تتصرف ودبر راسك. الضرب لا، ممنوع ممنوع ممنوع. مش معقول 2018 ما زلنا نضرب امراه عندها هي نفس القوه نتاعك انت؟ اش معناتها؟ معناتها انت بانتي تضربها امراه وكهو وتهرسها بطريحه هي وبعد عندها نفس القوه نتاعك هي؟ ما عندهاش. دونك ما نضربوهاش، غلطوا تتحمل مسؤوليتها القانونيه والاخلاقيه. فما قانون يا ولادي في البلاد، راه مش هكاك. هي خرجت تشد نهرسها ونضربها ودرت يا خويا، خرجت بدون اذنك وانت ما يساعدكش، دبر راسك، تصرف بالقانون. فما قانون، اما مش فما عنف. ما كومش فرد 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 وزر. باهي، متفقين سامي؟ متفقين سي عبد الرزاق. متفقين. يلا. شو سكني سي عبد الرزاق؟ يلا، دقيقة، خلينا نسألك وانت جاوب. راجل ملتزم ان ما يعنفكش وما يضربكش، وإذا غلط أو تصرفت أو غادرت محل الزوجي أو مشيت كما قال هو مع صاحبك ولا عملت أي حاجة، يتبعك قانونيا وهذا من حقه. بالطبيعة. باهي. أنت قابلة ترجع زوجك هذا الماثل أمامك باش تمنع أطفالك وباش يتحمل هو مسؤوليته؟ وأنا اللي عجبتني فيه حاجة بركة، أنه رغم كل شيء يحب يرجعك ليه وقال راني نحب. نعطيك ثلاث لحظات تفكر وتجاوب. اي سامحني، كي مش نرجع له ونمشي نسكن بيه. ما فيش شروط، هذاك يدبر راسك. اريت غلطتكم اصحاب المآسي، غلطتكم. اوكي، اش باش نعمل؟ خليه يتصرف، ابعد من المهم انت، تو يتصرف. ما هو انت باش تجيب صغيرات، هذو ثلاثة صغار جايب، ما هو باش يبيتهم، تو يلقى الحل. هو باش يلقى الحل، ما تقوليش زعما انا، ما نعملوش افتراضات. شرطك هو ما عادش يعنفك وما عادش يضربك وما عادش يهينك ويخدم على روحه دبر راسه، باش يوكلك ويشربك انت واولادك، يتصرف. انت في الوضعيه ذي باش ترجع له ولا لا؟ خمم شويه وجاوبني. تحب تاخذ نصيحتي؟ قول لي يا عبد الرزاق خذ نصيحتي، نعطيك نصيحتي. هو يتهم فيا، انا ما عملت شيء ويتهم فيا. سامحك، قال بسمح، نعتبروها تهم أخذها الريح، مشيت على روحها. هاي كلها تتهم في بعضها، أنا مريت واحد ما يتهمش لأخي. خمم، ترجع يفتح الستار ولا ما يفتح الستار؟ يفتح الستار في عندي من كلك. يلا هاي ارجعوا عاد. شوف ما احلاها الدنيا، ريت الكل اقعد، كلها تهم، انت عملت لي وانا عملت لك. شوف الاخوه يتعاركوا، الزوج والزوجه يتعاركوا، تبقى انا وش نقول لكم؟ حافظوا ديما على اسراركم، ما يسالش. حافظوا على أبنائكم، حافظوا على وليداتكم، حافظوا على القيم. القيم يعني إنسان لما يتخاصم هو زوجته ما يلزمش يقول عليها أي شيء، ما يخدش الحياة بتاعها وكرامتها ويمسها في الصميم. روك التهمة ذيك مخيبة حتى وإن كانت موجودة. موجودة سهل ياس، قانون نطلق ونمشي على روحي ونسكر فمي وما نقول حتى شيء. ما نتهموش الناس، ما عندناش الدليل، الوثائق صور وثائق تثبت الشيء هذاك. الكلام كان تحكي على الكلام، كان تسمع شي يقولوا علي انا تو تدوخ. انا ساعات كي نسمعهم يقولوا علي انا حاجات ندوخ،
وقول يا ربي يا اخي هذا انا عملت هذا. دونك ياسر الناس الدنيا خيابه والمجتمع صنف منه خياب ونحن ولينا ما نحبوش بعضنا ونحن ولينا قالوا قتلك وديما نشوهوا بعضنا. بالطبيعه مش كل التوانسة ولكن فينا جزء مهم برشا من المجتمع زاد خرب البيوت. امان سدوا اذنيكم سدوا اذنيكم من اقرب الناس ليكم. امان انا اكبر منكم وعندي تجربه بتاع حياه تاهل لي باش نقولكم سدوا اذنيكم وحطوا اليد في اليد وطوى باش تخرجوا من هنا والمخرج باش يصوركم شادين يدين بعضكم من اجل مش انتوما برك الثلاثه ابناء ذكم شدها من يدها خرجها طيب وان يلا إذن سامي جاء اللي عندي ما نقول لك باش يرجع خلود اتهامات متبادلة ولكن البرنامج استطاع أنه يقرب وجهات النظر ويرجعها لبعض. لكن فما أمنية عندي نتمنى أنهم أكيد باش يتفرجوا هما نتمنى أنهم الاثنين يسعوا باش يرجعوا الولد الرابع ولدهم اللي اعطاوه بكفالة ويرجعوه باش يعيش مع أخواته وهكا تتربى العائلة الكل. وإن شاء الله سامي يلتزم بما قاله وإن كان عندي ثقة في خلود أنها لو تلقى الاستقرار لو تلقى العطف لو تلقى الرعاية أكيد باش تكون زوجة صالحة وزوجة باهية برشا برشا. السامي لو سامي يعرف كيفاش يسير عائلته.